الان هو خطوه اساسيه واوليه للتغيير او لبدايه التغيير، لان هذا عندنا اهم مطلب. حصر السلطه بيد شخص واحد افضل بكثير من توزيعها بيد اشخاص لا يستطيعون عمل اي شيء، و16 عام مر ولم يستطيعوا عمل اي شيء لنا من اجل التصعيد، الاستمرار والاستمرار ثم الاستمرار بالتظاهرات السلميه ثم السلميه ثم السلميه. يوم العالمي هذا طبعا بالنسبه لمشكله حل البرلمان، طبعا حل البرلمان من الاساسيات الموجوده، بما انه احنا التجينا لرئاسه الجمهوريه لانتخاب رئاسه الوزراء، لحد الان ما اتفقوا على مرشح معدد، بالتالي فشلت الاحزاب من جديد على انتخاب مرشح معين، البرلمان ايضا فشل بايجاد رئيس وزراء جديد، فنحن نطالب مطالب شعبيه اصبحت هذه هو حل البرلمان، طبعا ما زال هذا الشعار هو مستمر باسقاط النظام حتى تحقيق مطالبنا وحتى تحقيق اسقاط النظام فعلا، لان احنا طالعين على مود وطني، على مود نكمل اكمليه النظام كامل، نغير نظام دوله ومؤسسه كامل حكومه. طبعا ما يقدمون اي واحد الى المحاكم، بالتالي هم منهم بهم؟ هم يكونوا متابعين لاحزاب، انت تعرفهم واني اعرفهم، كل حزب فلاني يتابع له. يعني شلون يقدم المحكمة وهو متستر علي وجاي يضمضم بي ما يطلع؟ طبعا احنا تصعيدنا كله سلمي، ماكو يا خطوات مثالية الا اذا ربما اي خطوة تصعيدية ممكن يخطيها الطلاب او حتى متظاهرين ساحة التحرير او حتى متظاهرين باقي الساحات هي فقط خطوة سلمية يخطيها، بالتالي تصعيدنا ايضا تصعيد سلمي. طلاب جيل
لا تبقى ثوراتنا. صارت أحلى ثورة يكتب عرض العورة. صارت أحلى عيون الوطن مجروح شفناها. صارت للوطن يا خويا محلاها. صارت أحلى ثورة يكتب عرض العورة. صارت أحلى أكيد هو مطلب الشعب العراقي أنه حل كل الطبقة السياسية، فلذلك احنا نشوف حل البرلمان ضروري، بما أنه احنا نريد تغيير فلازم التغيير يبدأ من الجذور، فهذا أكيد هو المطلب للكل. فتغيير الجذر ممكن أنه يسوي حل وممكن أنه يسوي نتائج أكبر للشارع العراقي. احنا نريد التغيير الجذري، ونريد أنه ممكن يصير من خلال هذا التغيير حياة أفضل للعراقيين وحياة أفضل لشعب العراق. من أهم مطالب الشارع العراقي أنه محاسبة من تسبب في دماء المتظاهرين وفي أذية المتظاهرين وفي قمع المتظاهرين. هناك كثير من الخطوات ولكن لا يمكن التصريح عنها حتى ما تكون أنه هناك ضد بالنسبة لنا، فلذلك هناك خطوات كبيرة بالنسبة للتصعيد وراح احتمال تبدي من هذا اليوم أو تستمر إن شاء الله. طلعنا تغيير نظام كامل، مو طلعنا تغيير رئاسة وزراء، وهو البرلمان مدى ينطي تشريعته الضرورية لتخدم الشارع. كل الأحزاب والكتل الدينية هم السبب في عدم الاتفاق على تحقيق مطالب الشعب، فلمصلحتهم يقتلون كل من يعارضهم. نحن باقون إلى آخر نفس بنا لتحقيق مطالبنا. مجلس وزراء باطل. مجلس وزراء باطل. ظلم العملاء باطل. ظلم العملاء باطل.
الجيران باقي، حتى الجيران باقي، أول هيران باقي، أول هيران باقي، حتى التعليم باقي، حتى التعليم باقي، أول هيران باقي، أول هيران باقي، ضد الشعب باقي. حل البرلمان ضروري، يعني أصبح عبء على الشعب العراقي. لحد الآن لهذا اليوم كل شيء ما سووه، شنو اللي قدموه؟ قوانين معطلة، شعب مهمش من أزمة لأزمة، حكومة أزمات. لحد الآن البرلمان ما وصلنا لبر الأمان، فمطلب هذا مطلب جماهيري. حل البرلمان، القاتل هو كلها تعرفه، هو من هو القاتل؟ أكيد الطرف الثالث اللي ذريعة ذرعتها الحكومة العراقية. مع الأسف حكومتنا هي قاتلتنا، هي قتلت الشعب العراقي. احنا باقين صامدين ومعتصمين رغم المرض كورونا ورغم الدخانيات ورغم القمع والخطف وكل ما نمر به، احنا باقين صامدين. مناسبة الأحزاب اللي موجودة، الأحزاب الإسلامية اللي مشاركة بالعملية السياسية، هم مجرد أصنام متحركة، أحزاب جاية لغرض مصالحها الخاصة. حل البرلمان ضروري جدا، لأنه البرلمان عبارة عن محاصصة سياسية ويعني غير عادلة. طبعا هذا الهدف السامي بالنسبة للمتظاهرين، كلا للأحزاب. قلت لك الأحزاب هنا كلها محاصصة، يعني الفرد العراقي ما لاقي أي شيء من حقه لو يكون منتمي للأحزاب الإسلامية المسيطرة، وإلا كل شيء ما يحصل. الثبات والسلمية، ثورات سلمية. للنادج بالحرية، للنادج بالحرية، للمهادة مينية، للمهادة مينية، لمتخوف هالصوتية، متخوف هالكسرية، بيوم الثامن بادر، بيوم الثامن بادر، صيح كل الثوار، صيح كل الثوار، بيوم الثامن بادر، يا ثورية، صيح كل الثوار. الماء قبلت لحار، الماء قبلت لحار، يا ثورية، ايه وضدت اكبر، يا ثورية،
اللي وظلتك معاك. الطالب سمعان ايش قال؟ الطالب سمعان ايش قال؟ يا مدرسة الأجيال يا ثورية، يا مدرسة الأجيال يا ثورية. شموخك يشبه الأجمال يا ثورية، شموخك يشبه الأجمال يا ثورية. جنش عالم ما مال يا ثورية، جنش عالم ما مال يا ثورية. الطالب سمعان ايش قال يا ثورية؟ يا مدرسة الأجيال يا ثورية، يا مدرسة الأجيال يا ثورية. شموخك يشبه الأجمال يا ثورية، شموخك يشبه الأجمال يا ثورية. ومطلبنا من يوم 1/10 وإلى الآن هو حل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية وإعادة الانتخابات من جديد. أكيد الميليشيات المسلحة والوجهات يعني الأخرى اللي موجودة بالعراق عمال يفهموا مقدمين أمام المحكمة، فهو هذا سبب انتفاضنا، يعني لأنه هي دائما بسبب طغمة الفساد اللي موجودة دائما المذنب لا يحاكم. احنا من البداية تصعيدنا سلمي، لكن هو اللي موضوع المفروض علينا هو انه احنا نستمر بسلميتنا، وطرق التصعيد السلمية هواية. يعني احنا بالتالي بلد ديمقراطي نؤمن بالتعددية، تعددية الاحزاب هذا ضمن بلدنا وسياق البلد وكافلة الدستور، لكن احنا ضد الاحزاب الفاسدة اللي حكمها 16 سنة اللي موجودة. احنا مو ضد تشكيل حكومة، احنا مو يعني موجود بها احزاب متعددة، احنا ضد الأحزاب الفاسدة اللي يعني حكمت العراق من 16 عام. بالعكس احنا بلد ديمقراطي ونأكد على التعددية. للتحرير عناية، للتحرير عناية. ثورتنا دورة غيرة، ثورتنا دورة غيرة. ما تنتهي المسيرة، مقتنعين بهذا الصوت؟ إذا مقتنعين أكمل، وإذا ما مقتنعين قلوا لي. وللتحرير عناية، للتحرير عناية. ثورتنا دورة غيرة، للتحرير ما تنتهي المسيرة. للتحرير عناية. والوطن ملح بغيره، للتحرير عناية. والوطن ملح بغيره، للتحرير عناية. ثورة مواقف هاية، للتحرير واحد يساند واحد، واحد يساند واحد. شمعاني دون نعاند للوطن نبقى نجاهد، للوطن نبقى نجاهد. رفت بيدينا الراية للتحرير، رفت بيدينا الراية. هذا الوطن منبيعه، والسنة ويا الشيعة. هذا الوطن منبيعه، الأكراد ويا الشيعة، مسيح ويا الشيعة. ودورة مواقف هاي سلمية تبقى الثورة، سلمية تبقى الثورة. والغيرة زود وشامرة، بغداد تبقى حرة، بغداد تبقى حرة. رفت بيدينا الراية للتحرير. سلمية تبقى الثورة، صوت تعبان ساعدوني اليوم. سلمية تبقى الثورة، سلمية تبقى الثورة. والغيرة زاد وشامرة، والغيرة زاد وشامرة. بغداد تبقى حرة، بغداد تبقى حرة. رفت بيدينا الراية للتحرير، رفت بيدينا الراية. واحد يساند واحد، واحد يساند واحد. شمعاني دون نعاند للوطن نبقى نجاهد، للوطن نبقى نجاهد. ثورة
وانت مواقف هاي. اكيد الشعار ما اختلف، البدايه هو كان نريد وطن، وضمنا هو هذا الوطن يكون خالي من الاحزاب الفاسده المتسلطه، وكذلك المطالبة بوطن بعيد عن المحاصصة الطائفية، نظام المحاصصة الطائفية المطلوب حاليا حتى نتحول إلى نظام ثاني لإسقاط نظام المحاصصة، هو يجينا برلمان ثاني مو هذا البرلمان المؤسس على نظام المحاصصة. فحل البرلمان هو الحل لانتخابات مبكرة. هواي مشتركين بقتل المتظاهرين، طرف حكومي، طرف ثالث، طرف ميليشياوي، كثير من الأطراف متهمة بقتل المتظاهرين. احنا لازلنا بالساحات والانتفاضة مستمرة والتصعيد يوميا موجود داخل ساحة التحرير ومقترباتها. شنو ايش صدق؟ كل شن طلع للتحرير حتى نساعد على التغيير، كل شن طلع للتحرير، كل شن طلع للتحرير حتى نساعد على التغيير، كل شن طلع للتحرير. لا تلبس لي ثوب الدين وتبوق الفقر، هذا الشاعر فك العين واستف الصبر، زالت الشعارات تتردد. الآن الثوار زادت مطالبهم منذ انطلاق الثورة، منذ انطلاق الثورة طالبنا بإسقاط النظام ولا زلنا مستمرين بإسقاط البرلمان. لا بد أن يحل البرلمان، لأن الأزمة كلها من البرلمان. متى ما يحل البرلمان احنا ننتصر، الثورة تنتصر. واليوم بما أن اليوم 8 آذار نحب نبارك للمرأة العراقية، اليوم عيد الشذرة، اليوم عيد الثورة، ولازلنا مستمرين، ثورة اكتوبر مستمرة. لابد حل البرلمان ضروري، لذلك لتشكيل حكومة طوارئ، لأن عدم المطالب لحد الآن ما تحققت هم بسبب البرلمان، لأن البرلمان متكون من أحزاب وكتل، وذلك لعدم تحقيق المطالب. احنا الثوار اليوم نطالب حل البرلمان. القضاء فاسد، أغلب القضاء فاسد، لو القضاء به خير كان قدموا المسؤولين. أغلب القضاة كله رشاوي، أنا أقول له عندنا خطوات سلمية إن شاء الله، يعني ما أريد أن نحب ننوهها، خطوات سلمية وتصعيدية راح تبدي من الحلة إن شاء الله، راح تبدي من محافظة الحلة وتجي لبغداد وكل المحافظات. كلها تذب تنطم على حسين. واه واه واه
الشعب راح بدون يحب على شعب بدون الطماح راح 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 على شعب راح بدون لا محاصصة ولا أحزاب ولا كتل سياسية، نريد حكومة مستقلة وطنية تمها الوطن حبها الوطن وطنية شعورها اتجاه هذا الشعب العراقي المظلوم ونصرة المرأة العراقية الأم الشهيد الهنية بهذا الكرنفال العظيم وحق الشهيد ما يروح هدر. احنا مستمرين هنا لحين تحقيق المطالب لحين القضاء على الفساد والفاسدين من هاي الحكومة المجرمة العصابات الفاشلة اللي دمرت الشباب العراقي وقتل شعبه وقتل ولده، واحنا مستمرين لحين تحقيق المطالب. مهم جدا لانه البرلمان تأسس على مبدأ المحاصصة والمصلحة الخاصة وليس للمصلحة العامة ومصلحة الشعب العراقي. احنا مستمرين هنا نريد حل رئاسة حكومة رئاسية مدنية تحكمنا، مرد رئاسة جمهورية مرد هاي الحكومة الموجودة الحالية. القاتل برأيي هو مسؤول من الحكومة، هو مجرم بأمر من الحكومة العراقية، هي الحكومة عصابات عراقية وليست حكومة عراقية وهم المجرمين. المجرمين نعرفهم احنا وين من هم.
الوهلة الأولى لانطلاق ثورة أكتوبر العراقية، كل الجماهير وكل الثوار المحتشدين في ساحات الاعتصام في عموم العراق، وانطلاقا من قلب الثورة ساحة التحرير، كنا ولا زلنا رافضين لكل من يتدخل بشؤون العراق من دول الجوار. إيران على وجه التحديد باعتبارها داعمة لأغلب الفصائل المسلحة والميليشيات المسلحة في العراق. اليوم وفي عيد المرأة في 8 آذار تتجدد هذه الشعارات، ويتجدد الانتماء للعراق، ويتجدد التنديد والمناهضة للتدخلات الإيرانية والأمريكية. اليوم الإحصائية الرسمية والدقيقة تقول بأن عدد الشهداء الذين وقعوا في ثورة أكتوبر العراقية تعدى 1000 شهيد. لم يكن ولن يكن، وأنا أجزم بأنه لن يكون هناك محاكمة لأي عنصر أمني أو سياسي أو حكومي قام بقمع وقتل المطلع. من ضمن مطالبنا الرئيسية حل مجلس النواب الحالي والإتيان بانتخابات مبكرة تظهر وعي الثورة ووعي الشعب. ومكرره ما رجعت الاحزاب، مكرره ما رجعت الاحزاب.
شباب الاحزاب اكثر من الكورونا والله العظيم الصوت عالي ومكرونة ما رجعت الاحزاب حقنا نجيبه ونحط الفاس بناوين كل عمالي حقنا بالملي واللي رايقنا خلي قلي ايش راح يسوي لما نقدر هو راح يولي خلي الحق رفعني